عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي جو تشارمونت. نتمنى ان شاء الله كيف العاده تكونوا لاباس عليكم كاملات وبصحه جيده واحوالكم مزيانه يا ربي. اليوم ان شاء الله بغيت نبدا معكم يعني المساء ديالي ولا العشيه ديالي شنو غادي ندير فيها. غادي نوجد ان شاء الله واحد العشيه وساهله ماهله وكتجي بنينه وكتعجب راجلي وليداتي كيحماقوا عليها صراحه كتجي لذيذه. كيف قلت لكم غادي نحتاج هنايا واحد البصله، بصله مقطعه مكعبات صغيورين ومعها واحد الفص ديال الثوم مقطع، وغادي نحتاج القزبر ومعدنوس مقطعين ومعاهم واحد الضويمات ديال الزعفران. بالنسبه للبنات اللي عندكم الزعفران حر متوفر ديروه، انا ما متوفرش عندي حاليا، غنكتفي بهاد الضويمه ديال الزعفران يعني كتقضي ليا الغرض. وغنحتاج هنايا فخيضات ديال الدجاج كيف كتشوفوا، فخيضات ديال الدجاج واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى. وهنايا عندي الروز، هذا الروز ماشي الروز الحبه الطويله، الحبه المدوره هو اللي غادي هو اللي كيجي في هذه الوصفه زوين. وعندي هنايا البصله اللي مقطعه هكا شرائح، اللي من بعد غادي نضيف لها شويه ديال الملح باش تنقص شويه من داك الماء ديالها، وغادي نقليها من بعد غادي نقليها باش نزين بها هي وشويه ديال القزبر ومعدنوس باش نزين بها الطبق من الفوق. بالنسبه لهاد الدجاج راه من بعد ما غادي يتشحر وغادي يطيب فيها هذيك المرقه اللي غادي يطيب فيها الرز، غادي نحيدو وغادي نقليه. هانتوما غتشوفوا معايا المراحل ديال غادي ندوز دابا البنات، غادي ندير غنضيف زيت نباتيه وغادي نضيف البصل وهذاك الفص ديال الثوم. وغادي نضيف الخيبات ديال الدجاج، نتوما ديروا القياس اللي غادي يكفيكم على حساب الافراد اللي عندكم في الدار. وغادي نضيف هذوك جوج ديال المكعبات ديال الزعفران، نغسل اليدين نرجع باش نضيف التوابل باش نضيف العطريه والتوابل. عندك شويه ديال الحرقوم بلدي شويه حيت هذوك الضويمات راه كافيين يعني قادين الغرض ديالكم. غادي نضيف شويه ديال الزنجبيل وشويه ديال التحميره ولا الفلفل الاحمر. شويه ديال البزار ولا الفلفل الاسود، صافي هادشي اللي غادي ندير من هنا. وغادي نضيف الملحه، الملحه كنقول لكم وديما كنقول لكم على حساب الذوق، كل واحد كل واحد يدير القدر ديال الملح اللي كياكل. كتشوفوا
هي كتشحر معايا ونخلي حتى يتشحر مزيان. غادي نضيف شويه ديال الكزبر المعدنوس وهذا غادي نخليه باش غادي نزين به من بعد. نمشي دابا نسخن الماء سميتو نسخن الماء باش الماء المسخون من احسن. نخلي متشحر مزيان تدخلي ما ديك العريه شويه من الماء من المسخه ديال الماء اللي درتو كيسخن وغادي غادي نمرق هكا ونسد عليهم باش يطيبوا. غادي ندوز باش ندير مليحه في هذيك البصله اللي قلت لكم باش تخرج هذاك الماء اللي فيها وتجي ساهله في القلي ما تاخذش ليا الوقت وما تجينيش ناويه. هاهي كيف وريتكم البصل شرائح درت ليه شويه ديال الملحه وغادي نخليه يطلق يعني يخرج هذاك الماء اللي فيه كامل. بعد من بعد فاش غادي نبغي نقلي هذوك الفخيدات ديال الدجاج هو غادي نقليه. شوفوا ها هو الدجاج كيتشحر. غادي ندوزو باش غادي نمرق غديرو القياس اللي كتعرفو الدجاج راه مكاينش بزاف الطياب غديرو القياس اللي غادي يطيب فيه الروز. انا تقريبا غادي ندير واحد 500 غرام ديال الروز. نتوما عينكم ميزانكم انا مكنعطيكمش داكشي يعني بالعبار بالقياسات فهمتوني. كندير داكشي عيني ميزاني عارفه بحالاش غادي يعني القياس ديال المرق اللي غادي يطيب فيه الدجاج وغادي يطيبو فيه غيطيب فيه الروز من بعد. ويلا بقى مثلا الروز بعديكم من بعد خاصو طيب كنبقاو نضيفو ليه شويه ديال الماء طايب. ودابا غادي نسد على هاد الفخيدات ديال الدجاج تيطيبو ملي غادي نطيبو غنرجع باش نكمل معاكم. هانتوما البنات الحبه ديال الروز كيفاش دايره شفتوا هذا اللي كيكون مدور وشفاف زوين هذا كيجي زوين فيها. كيف قلت لكم غادي ندير القدر ديال واحد 500 غرام يعني يقدر ديال 4 اشخاص. صافي ودابا غادي نقص عليه البوطه وغنخليه يطيب غير في هاد لاصوص. نحاول انني ما نزيدوش الماء باش ما نبسلوش هذيك المرقه
ديالو ويجي المذاق ديالو بنين يعني طيب غير في هذيك لاصوص اللي طاب فيها الدجاج ما نحاولوا ما نزيدوش الماء. انا ضغطت الملح الملحه عندي هي هذيك دابا كيف قلت لكم غادي نهبط عليه البوطه شويه وغادي نخليه يطيب على خاطره وجربوا هذه الوصفه راه غادي تعجبكم تعجبكم البنات ونوضوا صوصوا عليكم العجز وطيبوا لوليداتكم وجدوا لي بالشهيوات برعوا وليداتكم برعوا روسكم برعوا وليداتكم من لا شيء بحوايج بساطين تقدري ديري بزاف ديال الحوايج ونتمنى البنات يكونوا كيعجبكم فيديوهاتي وتكونوا يعني كتستافدوا ولو شويه من الفيديوهات ديالي كلشي انا من راسي كلشي اي واحد كيبغي يستافد انا من راسي كنبغي شي حوايج اللي ما نعرفهمش نبغي نتعلم ليهم هانتوما البنات كيف كتشوفوها هما دوك الخضر ديال الدجاج دوك كيتحمروا شويه غادي نحيدهم والروز ديالي ها هو طفيت عليه كيجي تقريبا بحال هكا مازال انا طفيت عليه باش يعاود من مرق عليه ويشرب شويه غير مع راسو وقبلوا عليا البنات على الهضره ديالي راه مكنعرفش نهضر مكنعرفش نعبر انا بحال هكا بنديه مع راسو مع جيرانو مع المهم شفتو كيفاش داير وبنين بنين راه طحت منو قبل ما نصور ليكم زعما هادشي مثلا السلام عليا الروز من طياب ايديا جربوا جربوا البنات الطبق وردوا عليا الاخبار الناس اللي كتعشق الروز اللي عشاق الروز كيجي غزال كيجي بنين وخا نضل نوصف ليكم ما كرهتكمش تذوقوه باش تايقوا الهضره اللي كنقول شكار راسو دار من هنا صاحبتي خايفاني لا نتحرك ديما كنت كتشوي لي ليها واش نقول لكم كل اللي كيتقرا ديال الزيت ما عرفتش هادشي الزيت هادشي بحال اي لا ما عرفتش شي اللي كان بنادم نشدو طحنا شتو البنات خاص الروز يجي بحال هكا ماشي يجي بينو بين المهم هذا هكا كيجي معلك كيجي زوين انا غادي نحطو غير بشكل عشوائي اللي بغات تحلق عليها كديرو في شي مول ولا بغات تفنن ماشي مشكله Thank you.
ها هو البنات الشكل النهائي ديال الطبق. هنايا ديك البصله اللي قليتها، سمحوا لي نسيت صراحه ما وريتكمش بحالاش، المهم كتجي بحال هكا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق. نتمنى ان شاء الله يروقكم وينال اعجابكم وتجربوا لوليداتكم وبصحه والراحه البنات. وهنا بعد ما خرجت من الكوزينه ندوز ان شاء الله باش نعتني شويه براسي، غادي ندخل ندوش. بالنسبه لوجهي كندير له هذا القماج من ماركه لوريال، قماج وفي نفس الوقت كيعطي نضاره للبشره زوينه البنات. بالنسبه لشعري بعد ما كنغسلو، بالنسبه للشامبوان ما وريتوش لكم حيت كل مره باش كنغسل مره بونتين مره بالسيف، ما عنديش شي شامبوان محدد. كندير هذا الماسك من فاتيكان اللي بزيت ارغان ولا هذا اللي بزيت زيتون واللوز، صراحه عنده مفعول زوين للشعر كيخليو الشعره نازله. من بعد ان شاء الله ما نخرج غندير هذا السيروم من باليا، وغندير هذا البودي كريم من نيوتون، و سيبو فيجيتال بيغ من لا مارك ايفروشي. وغنقول لكم البنات بالسلامه عليكم.